مرحبا بكم عند ماروكوبيديا، أول موسوعة تضامنية إلكترونية بالمغرب. كتخدم على توثيق التراث المغربي بأربعة ديال اللغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية. فيها أكثر من 200 فيديو كتكلم على الشعب، تاريخ، طبيعة، الصناعة التقليدية، الموسيقى والعمل الجمعوي. فصل الربيع زارونا وعدونا باش يرجعوا، وبالفعل رجعت جمعية بادرة وماروكوبيديا في الأخر شهر 9، ونظموا ورشة تكوينية لفائدة 14 شاب بدعم من اليونسكو وبرنامج نيت ميديوت وزارة الثقافة وعمالة طاطا. الغاية من الورشة هو تحسيس الشباب بأهمية التراث الثقافي والتكوين في مجال التوثيق عبر السمع البصري. دابا احنا كشباب طاطا فرحانين باش نقدموا لكم الانجازات ديالنا مع ماروكوبيديا. كاين في طاطا بزاف ديال مواقع الرسوم والنقوش الصخريه والادوات الحجريه اللي خدم بها انسان ما قبل التاريخ، وهذا المعطى التاريخي هو اللي خلى فنان المنطقه يوظفوا هذا التراث في لوحاتهم الفنيه. عبد الله ابو الدرحم، فنان تشكيلي من مدينه طاطا. كنشتغل على مواضيع بيئيه، تقاليد والعادات ديال المنطقه. كنشتغل على الرموز الامازيغيه، التقاليد ديالها بالعادات ديالها، بالمسائل اللي انها تراثيه. بالنسبه للعمل ديالي كنشوفوا انه كيرسخ الحضاره الامازيغيه بالدرجه الاولى والحضاره المغربيه بصفه عامه. بحكم الانتماء ديالي للمنطقه، لانها منطقه معروفه بالواحات، والفنان كيكون ابن بيئتي، يعني كيتاثر بالطبيعه المحيطه به. هذا هو يعني الاساس اللي انه كيجعل لي انا كنشتغل على مواضيع بيئيه. العمل الثاني، وهو كرئيس ديال جمعيه ديال صناع الابداع، الثقافه والفن والمحافظه على البيئه، كنظموا يعني انشطه فنيه، انشطه اللي يعني كتعطي اشعاع بالنسبه للمنطقه. ومرحبا بكم وكنشكركم على الاستضافة. واحات طاطا قضى عليها الجفاف والتصحر والانجراف وزحف الرمال، والبيوض قتل احسن انواع النخل في طاطا. ولكن كاين واحد الراجل كيبغي الواحة وحلف بيمانه حتى يحميها، وبدا كيغرس في النخل باش يحمي الواحة ويخليها للاجيال الجاية. سيدي، اولا قبل كل شيء هذا اللي كيتكلم معاك مبارك بوسعيد ولد بلعيد ولد علي ولد عميه من دوار ترسول جامعه مقردان قياده تديس عمل طاطا. انا كنمرحب بالجميع، وكنمرحب باللي كيشوف فينا، وكنمرحب بالصغار وبالكبار. وتبارك الله، انا كنقول للناس النخل هو اللي مزيان وخاص الناس تعطيه الاهميه. وكاين في طاطا، الاقليم ديال طاطا في واحد العدد اكثر من مثلا اكثر من 8 انواع، كاينين 12 نوع ديال التمر. عندي سيدي 8 انواع ديال النخل ديال التمر. عندي سبع عيالات، هاد سبع عيالات هو تبارك الله مزيان وكيولد مزيان، والجلد ديالو كيكون رطب. وعندنا البوسوير رطب حتى هو تبارك الله، عندنا النوع ديال البوسوير رطب ومزيان وديال الماكله، والجلد ديالو كيكون هو ما كيكونش رطب بحال الاخر، كيكون هو الجلد ديالو حرش. وعندنا الله يرحم الوالدين البوزكري، عندي البوزكري حتى هو التمره ديالو كتكون خضراء، والجلد ديالو كيكون حتى هو رطب، ما كيكون حتى هو بحال الاخر. هذا هو النوع ديال، هذا هو الجلد ديالو هكا هكا عيد التمر ديالو، حتى هو التمر ديالو خضر والجلد ديالو رطب، هادشي كاين. وعندي واحد النوع اخر ديال الجهل، الجهل مشهور عندنا في طاطا هنايا في البلاد، ومزيان وكيتباع بالثمن وكيسخر وكيبغي غير الخدمه والماء، وهو الجلد ديالو حتى هو ما كيكون رطب ما كيكون حرش. اييه. وعندنا النوع ديال الفقوس مشهور، فقوس اللي قلت لك الفقوس كيقول لك كاين،
وحتى هو الجريد ديالو كيكون قصير، ما كيكونش هو الجريد ديالو طويل بحال الاخر، كيكون الجريد ديالو هو يعني قصير ومحرش ومرطب. وعندي واحد الماركه كيقول لها مجهلو نص نص، هي محزه فيها النص احمر والنص اصفر، الجريد ديالها حرش وكتولد مزيان، هذاك النوع اللي كاين. وعندي واحد النوع اخر ديال البيطوب، البيطوب حتى هو مزيان والجريد ديالو كيكون رطب اكثر من القياس. هادشي اللي عندي، هو كيولد مزيان والثمره ديالو هي عاديه. وهذاك سيدي عندي هذاك مجهل اسود وحتى هو كيولد مزيان والجريد ديالو رطب. هادشي اللي كاين. وانا كنصح الشباب خص يعطي الهوايه ديالو النخل، راه الهوايه خص تكون ديال النخل، هي الصح هي الاساس. وانا هذا كنتكلم معاك، انا كنمارس هذه المسائل هذه ملي كانت عندي 14 عام مع الوالد ديالي الله يغفر لنا وله ويرحم جميع المسلمين. هذا غادي نقول، وكان مرحب بالجميع، واللي كيشوف فينا مرحبا، واللي بغى يجي عندنا يزورنا في هذه المنطقه ديالنا مرحبا، ويجي عندنا ويشوف لنا واحد ديال التمر اللي عندنا، انا كنمرحب بالجميع ومرحبا وسهلا وهلا. اللي غادي نقول قالوا الاولين صنعت لي الدين تفني مال جدين، وبنادم كان جدو احسن صانع للطين، وكان باه مشهور بهذه الحلفه، اليوم خصو يحافظ عليها ويعلمها الاجيال الجايه ويحميها من الضياع. احمد موسى دورتي غرم طاطا الحرفتات فنختي الاجدادنا بوا بوسن بوا زبوا عازك بوس نبوي يعلم هذا بوا كي يعلم تبوا هاد كلاز فيغ زبوا عطي حتى تيرمي اي كي مزيان كي مش كاز مزيان كان سبع سنين مزيان كيز مزيان كي اختي نكي غل مزيان وين غير هاد وشكي غص سالا داغ الحرفسة في حال نقصر راحتين انتزا انتزا سودرال ناول بهايم نغزايكال نسيفس ناول تيز كني اكل نخ اكل نخ شوا يديرو كوتي نخ شوا كان وين صحيا كان وين وين الماكله كان وين الطياب عرفتي انت سي غدران هذا راه انت سي اكل وانت سي غاي كل البلاصه اللي كان اسمي كني دري عرفتي انت سي نغرب لي ايغا صحي ايغا ايغا صحي ارقي السوان مد وحتى وري رزا في قلبوطه يشوا نستخمرت 15 يوم سيمانه 15 يوم نعجنت انت وي سي الانواع يا نوح موري دوك حلي وادي حرشن بزاف وادي حرشن وادي يرطب شويه ديالنا استين اصفري واني ضاخي شويه وانا اصفري يعني. اتنخز نستخمرت ناوي داخل ستور نخزمت من بعد نخزمت نسقي سيرو كود ارنش درت نتفيني ينسي يعني. ارت نتفيني كل شيء نزوق نشكل من صفران باب يكون دنا غامض نعم طوج نخفو الكين كاع صحيين اش كدنا غتزرم انا بدنا نجرب نطوج نخ اي بلاصه انا شوان طوج نخ اش كدنا غتزرم طوج نخ مرحبا بكم اش كدنا شحال زين طعام البركوكش الا كان فيه الكرداس والكديد والا كان معاه الدهن واللبن خلاص والا كان طيب فوق العافيه ما نعاودش لكم بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء نتعرف بعد الاسم ديالي عبد الله وإزانة رئيسة جمعية أم البرج ضوال العيون جامعة أم قردان. حنا كالجمعية ديالنا كتخدم على هادشي ديال كسكس البلدي اللي هو البركوكش، هو فيه الفائدة الصحية للناس. الناس زمان ديك الساعة كيفتلو هاد البركوكش، هو غليظ على الكسكس التاني
وثانيا كيديروا لها الخضره ديالو هو العدس والفول والكديد، كيقول لك انه هذه الاكله عندهم هي صحيه. التحضير ديالو هو من البدايه هو يعني ملي كتكسكسو راه الكسكسو عادي كتشوفو عنه كتقول كسكسو عادي، ولكن هو كيجي غليظ على الكسكسو الاخر. انه قال له التحضير ديالو هو كدير اللي هو الدقيق في هذه القصريه وكتبقى كتفشل فيه كيبقى هو كيطلع كيعاد على شكل محمصه، ولكن هو في الفائده ديالو ماشي بحال المحمصه. ملي كيطلع بحال هكا يعني هو عاد البركوش كديرو كيفور، ملي كيطلع الطالعه الاولى كترشو رشه ديال الملح، عاوتاني ملي يترش رش الملح هو كنردوه للقدره. هو كيقال له البركوش بالطريقه ديالو كيتخضر بالخضره اليابسه اللي هو العدس والفول والحمص واللحم الكديد. ملي كيطيب كيردوه نفس المرقه ديالو، ملي كيشرب الماء ديالو كيدوه في القصر كيكون داك الخضر اليابسه فوق منه من الفوق واللحم في الوسط. هذيك الطريقه ديالو ديال البركوش. مرحبا بجميع اللي جاي الحضور، كنت مرحبا بجميع السكان اللي غادي يجيو يزورونا ان شاء الله. كنتمنوا للجميع الاقليم طاطا تعرف بهذه المنطقه ديالنا اللي هي منطقه فيها زحف الرمال وفيها اللي هو النخل وفيها منطقه اللي هي زينه. مرحبا بالجميع وشكرا. الاولين ما خلاو للتاليين ما يقولوا، قالوا الا شبعت الكرش كتقول للراس غني. بسم الله الرحمن الرحيم. شي بني محمد الرئيس الفرقة نسيس شكون لا رئيس الجمعية إلى تيكخ رئيس الفرقة تيكمين خلا غتما نسيس وكان بزاف سيخوني غير الحوايج بزاف تحدى الحوايج سميتخ ديما ديما اللي غنزيق نسكر اللون غير قجا ونمينا أي اللي غنسني يمي يكونو حوايج هاكا ندير أي اللي غنسني حوايج كاتني الشعر زوند كاتني ساي زوند المدرسة هي سليتي الشعر غدا لمدني داز الدلالة على بدا ما فيه سوال سوال في بعيد سوال في كلشي الشعراء اللي زينين سوال في كلشي إلا داز الميزة واللي سلين غايا اللي زينين واللي غايا المسوي الاتصالات هاد كلشي ولكن السلكة من الشعراء السلكة من تنقيط صغير اللي تلا طاطا طاطا اللي لانقيس الشعراء اللي كانين مزيان البلاد جندي كلين بزيده الا كنيس الحسين قرامني الا عبدو طاطا الا نلعب كلشي ديسن زغيد نلعب دو جماع نلعب
بالحاج يحيى كلشي بغينا نزل لي سني ياس ما نات يبكي زون بالمدرسه كي يسني ناد لي ايا وانا داري كتنسق لي انت لاله سياسه كان مزيان وغسايز كلشي وانا تشكان بعيد تعمر وسايس سنيدني تاوي الفايت وانا سكوت نغدر واش تاوي الفايت مزيان زون الدروس أزقنا سواء في الدين سواء في الحروب سواء في الوكالة سواء في جميع الميادين في سواء أحواش لا بدل الإيقاع ولي اللي كان جاتي اللي تلونتي اللي نقصت ولا يسكت أحواش خصي اللي أزيني الماتيريال اللي الدوزان اللي نقص اللي تلونتي اللي كونيان كون كان جا إلا دارت الدور تلونت الدور نقص الدور اللي يقرقاوني على حساب على حساب اسمي كان على حساب مسؤوليه كوني انا هذيك غير كدار شي من العواز الا كشم العواز يقوال هذيك سي كمزيان الشباب اللي غزال راه كنا تمسح تسوينا غلا ما نسناش كوا حواش اي قبل حواش لا ندير نخدم غير قرانا كلشي ولكن حواش كاع هوايه لقنا دازنا اللي ما لقنا غراق نتكرا تدوز حواش الاغلبيه الشباب غير الحمد لله يسني كلشي يسني الايقاع لا ندير بعض الشباب مزينين بزنا غشي على الامازيغي استحفظ كلشي بعدا سي لا استحفظ مزيان رئيس الجمعية التنظيم الشعبية والأعمال الاجتماعية ضون الجمعية رحمة المحافظة على التراث هي نمي الشباب لأن اسمها قاتل لأن هي اللي جروب إلا على المستوى نضطر نكنا نسكر الفرقة الفرقة تبدأ 2005 درس 14 عباد ذات الله نتفرغ مهرجانات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي وإن شاء الله نتمنى على حساب حتى الصعيد الدولي بالنسبه للدراري الخلاف الا تبارك الله الا دانا تبارك الله الدراري تكون فرقه هي شبابيه تقريبا 29 عام 15 عام الا تبارك الله الخلاف الا الخلاف كل تبارك الله كل تبارس لنا اقوال معنى الا الخلاف الا الخلاف الخلاف ان شاء الله لا خوف على ان شاء الله وبالنسبه للتراث احواش تطا يدا مزيان حيت تبارك الله العادين الفرق الا تطا أزيد من 15-16 الفرقات لا خوف على ونقصد سطورة تطا بالنسبة لتطا ونقصد
وتنصح اولا تنصح التابعان التراث تنقص الفن كل ما كان قديم خصك قديم ديما قديم كنطلع انطرح بسم الدين لي يخصمو قولني سواء المغرب سواء برا المغرب اسنتيني مرحبا بكم الفرقه تندوناسيا تعاونا تاخ نعاونك ان استحتجم اي هيا خديدو تراث طاطا الاتنوغرافي الزين من اللي غنوها العيالات نسميوها القليلة ومن اللي غنوها الرجال نسميوها العبسوس واش عرفتوها سيدي غادي نبدا لك من كيفاش صرا لهذوك الناس اللي هاجروا البلاد ومشاو للهواره دابا كان الاستعمار كيضربهم وكيدي لهم ديالهم ويديهم الحبس ودي الضروره الى دعات يقتلوهم كاع مسلح ونات الناس وخوات البلاد ومسات السوس وسكنوا تما بولادهم العائله ديالهم كل شيء بقاو فيه واحد المده زمنيه كثيرة حتى ولا شوية البلاد هذاك الاستعمار ولا نزل شوية رجعوا مساكين البلاد ديالهم وجابوا معاهم هاد اللغة هادي ديال الهوارية اللي هو حمو حميدات مسعود علي طاهر بوحيم سويلح رمضان بن طاهر طاهر بن الدامي وهادو هما اللي مشاو لتمايا اللي جابوا هاد الشيء ديال الهوريه من سوس تمايا هادو هما الناس اللي مشاو لك البلاد الفرقة تكونت أو تأسست ضمانا وحفاظا على هذا المورث الثقافي اللي ربما هاد الدوار كيزخر به من منذ القدم أو منذ زمان بعيد اللي جانا من إقليم هوارة أو مدينة هوارة رحلة وترحالا مع الناس القدام اللي كانوا في الدوار كيمشوا ولا كيهاجروا اللي كانوا أسباب متعددة منهم الاستعمار اللي كان في المغرب أو في جنوب المغرب الاستعمار الفرنسي وأيضا كذلك رحلة الشتاء والصيف كما كنطلق عليها اللي كانت في الفلاحة اللي كانوا الناس كيمشوا لتماك الهوارة كيمارسوا مهنة الفلاحة وكيجوا مع الناس من تماك نقلوا الفن ديال الهوارة إلا أنهم نقلوه طبق الأصل المزال الهواري
ولكن ليطوغيان فن احواج هنا في اقليم طاطا تم دمج الفنين بجوج وعطاونا هذا الفن ديال الهواريه. في القديم كان كيتسمى الفن ديال الهواريه عند النساء كان كيتسمى بالقليله انطلاقا او على شكل التعريجه اللي كانت عند الناس ديال الهواره، وفي عند الرجال كيتسمى العبسوس، ولكن مع مرور الزمن رجعت الاسم الاصلي اللي هو فن الهواريه. اللي رجعوا سيدي للبلاد جابوا هذيك الهواريه بداو يغنوا بها، ولاو الناس كيتمارسوا معاهم في هذيك الاغنيه كيعاونوهم كيغنوا معاهم وكيحتمشوهم الله يرحمنا ويرحمهم. جا الجيل الاخر خلوها لهم ورد بحال الورد، حتى هما بقاو غاديين في هذاك الريتم هذاك احتمشوا حتى هما، وجا الجيل الاخر وراهي باقيه غاديه هكذا من جيل لجيل من جد لجد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكاع اللي كيجي يتفرج في الهواريه راه مقبوله ومسموعه ومزيانه، اي بلاد مشيناها الناس كيشجعونا وكيفرحوا بينا، وراهي مسموعه في اي بلاد مشينا ليها، وانا في بلادي تنبغيها وتنموت عليها.
انا هواري حتى موت هواري. من هذا النطاق كنقدم جميع الشكر وغادي على الاحترام للجمهور المغربي اللي نتمنى ان هذه الفرقه تعجبو وهذا الاداء الجميل يعجبو. وشكرا جزيلا وتبارك الله عليكم، تحيه مغربيه. العبار ما يصنط، مثل شعبي محلي كيتقال ملي سكتوا رجال اللي كيغنوا فن الشمره. ولا دخلت الرقاصه القاره يا ويل النقار الى جات في طيمه الغزال. جمال شاهر رئيس فرقة شباب الخيمة لفن القدرة، نائب رئيس جمعية شباب الخيمة لفن القدرة. احنا الشمرة هذه نوع من انواع الفرجة عند قبيلة دوبلال، ونشمروا في المناسبات اللي يكونوا فيها الفرح. والشمرة كنا ديك الساعة نشمروا في الدحميس، من العصر الى الدحميس تشمر الناس وتونس وكذا. غير هذا الزمان التالي قبلنا عندنا نشمروا نتعشاو عقاب الليل. والشمرة عندها ضوابط. الانسان اللي بغي يشمر تتلم المجموعه الالهيه تشمر وتعدل دائره وسطها قدره. القدره هي الاله الوحيده اللي عندنا ويقبضها النقار. والشمره منين نبداو الشمره؟ نبداوها بالمدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ به بسم الله، نبدأ به ذكر النبي وبيبي. منين نبداو نكملوا من المدح نتخطاو نقالوا الغزل. والغزل فيه الزرعه كيف هاد طفيله ما غلاك على امك، تانا ما غلاك عليا. وتزيدها منين تكمل منها تزيد الحمايه منه الرقاص الليله طفيله والله الحجيله. رانا نمرحبوا بالناس كامله اللي لاه يجونا من كل بلد، نرحبوا بهم نقول لهم مرحبتي بكم وسهلا. ورانا احنا مستعدين نعدلوا اللوحات الرائعه من الشمره ولا اللي بغاو. وهالطاطا ناس طيبين والبراني الحمد لله رانا نرحبوا بهم مرحبتي به وسهلا. وراه الحمد لله معروف لنا البلد الكرم، وما نصيبوا الضيف رانا ما نصيبوا عنه ومرحبتي بكم وسهلا وتو.
من النقره كتصاوب الكميه والدبالج والخلاخن، وتصدرات هذه الحرفه لمدن اخرى حتى ولاو قصريات وحوانت باسماء مناطق طاطويه، وكانوا هاد المعلمين احسن سفراء لاقليم طاطا. كي امغار الحسين سنعتينو اللي خطر من ملي غداري 7 سنين، هاد بديت السنيات الوالد صنيع باش حتى هو حتى انت يقا صنيعي. المهم كله صنيعت من التاريخ الزماني، فاتد نقرت تيار السنطاطا نقرت اللي من تقديم الزمان، فاتد نكرين نتبع هذا غادي. صنعت طاطا تين داخل وسقيان طاطا كيسا أحلاب تي هاد مكيس تا ونزا تا نبالين كيقول ليه موريتاني ديك موريتاني، والخوات في الشكل ماشي بحال ديال الداخل قديم تغيرات، وهي إلا الفرق بزاف. هادي زرينا السكر عندنا غير الحاجتين لي يغليظن، كان نهار حشتين يغلد غيكاد وهو غيكاد العصرة عصرينات غيلا الشباب غيلا دار استخدام كل شيء غالي تيوسكين الداخل تسكر حتى غيت. كانت هاد الود زين غادي زرنا تخدم كلشي خضران ماشي طاطاكا كلشي كيدورنا السكان الصنيعات الا درسنا لمدنا الشلوح دماينا كلشي ماشي الشلوح كلشي حتى عرب وين درس الصنيعات في الناس الصنيعات وخلاص تبعان حتى نتني الصنيعات. تيفرخي الناس ساغنت غاد نتا ونتا ونزا ساغنت يحلاب الناس ساغنت كلشي غاد لي تيصنع عن غيكا. نتشكر مدنا انا دارنا غي التشكان غبرا كلشي عرفتي شنو نمس مرحبا وانا دارنا غي كان مرحبا بيت خت مازير تخطاطا. انتهى العرض ديالنا، قدمنا لكم وثائقيات اللي انتجنا مع شباب طاطا في 8 ايام، وهذه الورشه تنظمت بفضل كل من عماله اقليم طاطا، منظمة اليونسكو وبرنامج نيت ميديوت، وزارة الثقافة والاتصال. وكنوجهو شكر خاص لكل من عامل صاحب الجلالة على إقليم طاطا السيد حسن خليل، السيد مدير الديوان، السيد باشا مدينة طاطا، السلطات المحلية، بلدية طاطا، المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بطاطا، الجمعية الإقليمية للتنمية والمحافظة على التراث بطاطا، إقامة وادي درعا، شركة الخباش لتموين الحفلات، المركب السوسيو الثقافي بطاطا. وكنشكروا كل من شارك معنا في هذا الوثائقي من فنانين محليين وجمعيات المجتمع المدني وصناع تقليديين وحرفيين. وفي الأخير كنشكروا الشباب اللي شاركوا معنا واللي بينوا على غيرتهم على تراث مدينتهم. شكرا لحضوركم. ماروكوبيديا غادي تكمل المسار ديالها وغادي تمشي الأقا تاقموت أديس أقوليز يسافن فمو الحصن إيشت تمنار تيزونين أقيغان تيسين تتليت فم زقيد ألقوم لتوثيق التراث الثقافي. انتظرونا.